السلام عليكم. نحاول اليوم نصيب واحد الكيد شارج واحد اخر مأخوذ من الامتحان ديال 2017 ديال الامتحان التطبيقي ديال البراتيك ديال ايزا فاريونت 15. دونك شنو عندنا هنايا؟ داك لو فونكسيونمون دون انستالاسيون الكتريك اي ديكري بار لو كرونوغرام سويفون. كتعطونا ان كرونوغرام سهلو علينا. شنو اللي في هاد الكرونوغرام؟ كنورك على اس زيرو يخدم لي الموتور ام 1 في لو سونس 1، تنورك على السي كيطفى وكيبدا الحساب ديال واحد لا طومبوريزاسيون ديال 15 سكوند. من بعد نفس هذاك الموتور ام 1 تيعاود يشعل في الاتجاه المعاكس في لو سونس 2، وملي كنوركو على اس 1 تيطفى. دونك هنايا لو موتور اي بروتيجي بار ان رولي تيرميك، لو ديكلونشمون دو رولي دونك بروفوك لاغي دو توت لانستالاسيون. L'appui sur l'arrêt d'urgence provoque l'arrêt de toute l'installation. On a l'arrêt d'urgence, on a dit que l'installation est en chronogramme. Caractéristiques. M1, moteur asynchrone triphasé, en démarrage, étoile, triangle, deux sens de rotation. S1 et S0, deux boutons poussoir, NO, NF, donc c'est capteur de position, NO, NO, NF. H1, H2, H3, 3 lampes de signalisation de marche, arrêt et défaut. Donc H1, vous atteignez que tu as le fichier pour le moteur Khaddam, H2, que tu as le fichier pour le moteur Tafi, ou H3, donc il y a le défaut thermique, il y a une marche avec l'ouvert, il y a le relais thermique. Donc là, on dit avec le moteur, démarre, on est démarrage étoile triangle, deux sens de rotation. Il y a dit avec Kafia. باش نصايب لو سيركوي دو بويسونس. دونك قلنا اول حاجه نبدا بها دائما هي لو شيما ديال لو سيركوي دو بويسونس. اذا نبداو نرسمو في لو سيركوي دو بويسونس. دونك لو سيركوي دو بويسونس راه قلت لكم يعني كاع لي سيركوي دو بويسونس كلهم كيتغيروش بحال هادوك اللي شفنا في القسم. دونك عندي هنايا ديماراج ايتوال تريونغل و دو سونس دو روتاسيون، نرسموه. إذن هنا هذا هو السيركوي دو بويسونس. دونك عندي لي كونتاكتور كام او كام بي ما خاصهمش يشعلوا في نفس الوقت. دونك غادي ندير ان فيروياج بيناتهم باش نكون تنصوب السيركوي دو كوموند. ونفس الشيء بالنسبه لكام 1 وكام 2 ديال الاطوال مع ديال التريونغل، ما خاصهمش يشعلوا في نفس الوقت حتى هما. ما ننساش ندير بيناتهم ان فيروياج الكتريك في السيركوي دو كوموند. ديك القضيه ديال لي كونتاكت فيرمي ديال لي زوكسيليير اللي كندير الفيرمي ديال واحد اون سيري مع الاخر باش تنمنعهم انهم يشعلوا في نفس الوقت. دونك دابا ما هو عندي سيركوي دو بويسونس، انا عارف لي كونتاكتور اللي عندي. قبل ما ندير سيركوي دو كوموند شنو غندير؟ هذاك لو كرونوغرام اللي عندي تيهضر على الموتور غادي نردو تيهضر على لي كونتاكتور. إذن هذا هو الكرونوغرام اللي عندنا. تيهضر على الموتور، قالك فاش نوركو على الزيرو كيشعل الموتور في سونس 1، نوركو على السي تيطفى كنحسبو 15 سكوند كيعاود يشعل بوحدو في سونس 2، نوركو على اس 1 كيطفى. نردو هاد الهضرة على هاد لي كونتاكتور. إذن فاش نوركو على اس 0 شكون هما لي كونتاكتور اللي غيشعلو؟ دونك هنايا بما ان هذا ايطوال تريونغل دونك غادي يكونوا في بحال اللي قلت جوج المراحل في الشعيل ديالو، كيشعل في الاول ايطوال ومن بعد يشعل تريونغل. دونك في الاول نوركو على اس 0 شنو تيكون عندي؟ تيكون ك ام ا شي تيشعل هو الاول، هو سميتو ك ام 1. دونك ك ام بي غادي يكون طافي، انا نكتبو هنا طافي يعني بار يعني طافي. ك ام 1 تيشعل، كأيم جوج تيكون طافي أو بار. تدوز واحد شوية الوقت كأيم أ تيستمر، ك
كائن بي تيبقى طافي لانني خدام في لو سونس الاول. كائن واحد كيطفى حيدو الاطوال، وكائن جوج هو اللي تيشعل كنديرو تريونكل. من بعد نوركو على السات يتفاوضوا كاملين. من بعد بهاد ال 15 سكوند شنو غادي يوقع؟ غادي يشعل في لو سونس 2. في لو سونس 2 شنو كيشعل عندي؟ كيشعل عندي دونك هنا كائن طافي، كائن بي هاد المره هو اللي غادي يشعل، هو كائن واحد ديال الاطوال. كائن جوج غادي يكون طافي، غيدوز واحد شويه الوقت دونك هنايا غادي يبقى طافي. كائن بي يبقى شاعل لانه هو اللي ندوز ليا لاليمونطاسيون ديال الاطوال كيطفى اللي هو كائن واحد، هو غنطفيو بار ونشعلو كائن جوج ديال التريونكل. اذا هادشي اللي كاين بالنسبه لهنايا. وانا كتلاحظوا ان عندي واحد لا سيكونس كتعاود، هادي اللي هي هادي، انه كيشعل ديال الاطوال في الاول ودوز واحد شويه تيشعل ديال التريونكل. كتعاود كيف ما كان، يعني سواء نشعل كائن ا اولا نشعل كائن بي، يعني لو سونس الاول ولا لو سونس الثاني، هاد لا سيكونس هادي كتعاود. دونك هادي بحال غادي نخليها هي الاخر ونهضر عليها، ولا بحال غادي فاش غنبغي ندير دابا السيركوي ديال الكوموند، غادي ندير فواحد لابارتي من داك السيركوي ديال الكوموند هاد نخليها هادي الاخرى بلا ما نصدى راسي بها في الاول. غندير سواء نشعل كائن ا او شعل كائن بي، اللي شعل فيهم يعني كنا في لو سونس الاول او كنا في لو سونس الثاني، اش غيدير؟ غيدوز ليا لهاد الشيء هذا. دونك هنا غادي نحتاج لشي كونتاكت اخر اللي غادي ندير ليه شي طومبوريزاتور. المهم تنشوفو هاد الشيء هذا تفصيل من بعد. دونك هنايا نسمي مثلا شي سميه كائن اكس، تنشوفو الرقم اللي غنوصلو ليه، وغادي يبقى يدير ليا نفس هادشي اللي كنا شفنا في القسم في السيركوي دو كوموند ديال ليطوال تريونكل دو سونس. ونقول زعما في الدرس ديالو تيشعل ليا في الاول كائن واحد، كدوز واحد المدة كيتحل هاد الفيرمي و تيتسد الاوفر ديال هاد كائن اكس هذا، وكيشعل ليا انا كائن جوج. دونك هادي غادي نخليها لان كتعاود نخليها حتى الاخر. وعلاش غادي نركز دابا؟ غنركز على داكشي اللي هنا، يعني بحال عندي غير ا و بي هما اللي غادي نهتم بهم، وهاد السطر هذا خليته الاخر ونزيدو في السيركويت كوموند وراه غادي يخدم ليا داكشي هو هذاك. دونك انا دابا فاش غنبغي نبدا نخدم على السيركويت كوموند غادي نهتم غير ب ا و بي. بحال تنقول هنايا مورك ال اس 0 تشعل ك ام ا، مورك على دونك انا دوز بعد 15 سكوند كيشعل عندي ك ام بي، صافي داكشي الاخر ما غاديش نهتم به دابا حتى من بعد. دونك انا كيما قلت لكم حتى انا غادي نجرد الخيط اللي شعل فيهم ا ولا بي، راه هادشي هذا كيتعاود فيهم بجوج. ندوزو دابا باش نديرو لو سيركوي دو كوموند انطلاقا من هاد الشيء هذا. اذا نبداو بداك الشيء اللي كنديرو دائما. دونك الريلي هو الاول، الفيرمي ديالو عندنا ان بوتون داري دورجونس نديروه حتى هو تطفي على كلشي. نبداو دابا نخدمو هاد المسائل هادي اللي عندنا. دونك شنو كاين تمايا؟ اذا فاش نورك على اس 0 كيشعل ليا ك ام ا، هادشي اللي غندير. هاهو اس 0 غندوزو لعند ك ام ا، و ك ام ا كيما شفنا في السيركوي دو بويسونس مخصوش يشعل في نفس الوقت مع ك ام بي. دونك مننساش ندير داك الفيغوياج الكتريك بيناتهم. دونك كنشد الفيرمي ديال ك ام بي و نديرو اون سيري معاه، نكون متأكد انهم ما يشعلوش في نفس الوقت. دونك هاهو ك ام ا، وانا بما انه هو اللي تيبقى شاعل هنايا حتى تنطفيو بهداك السي، دونك غادي نستعمل المانتيان ديالو. مكاينش شي كونتاكتور اللي غادي يبقى شاعل معاه هنايا، نخافو عليه يطفى ونبغيو يستمر يعني مورا ما يطفى، مكاينش. نقدر نستعمل
المانتين ديال كا ام ا 13 14 ولا اي اوفر بغيت كينتمي لكا ام ا. مزيان دابا قال لك ملي غنوركو على السي اشنو غادي يوقعوا جوج حاجات، غيطفى كا ام ا سير بلاس وغنبداو نحسبو 15 سكوند. دونك هادشي اللي غادي ندير انا، كنستعمل هاد الفان كورس هادي ولا هاد الكابتور دو بوزيسيون سي، غادي نشعل بيه جوج حاجات كيما قلت. نشعل بيه واحد الكونتاكتور اللي غادي يطفي ليا انستونتانيمون كام ا، هنايا نسميو مثلا كام 3 مثلا. دونك هاد كام 3 غادي نستعمل الكونتاكت فيرمي ديالو هنايا حتى هو يكون راكب عليه شي اوكسيليير، وناخذ الفيرمي ديالو ونديروه هنا. إذا ملي غنورك على السي غيتسدد كا ام 3، نقدر نستعمل هنايا الماتيان ديالو يتسد يتحل عندي هنايا فاني اون سيري مع كا ام او يطفيه. وفي نفس الوقت بغيت نشعل اون تمبوريزاسيون ديال 15 سكوند، ها هي نسمي هذا مثلا كا ام 4، نركبو عليه شي تمبوريزاتور اون ديلي لي نديرو عليه 15 سكوند. فوالا من بعد ما تنتهي هذيك ال 15 سكوند غادي نشد الاوفر ديال هذا ديال هاد كا ام 4 وغنديرو هو اللي تيشعل ليا كا ام بي. كا ام بي كيما قلنا راه تيتخالف مع كا ام ا، دونك ما خصهمش يشعلو في نفس الوقت. كندير هنايا الفيرمي ديال لوكسيليار، دونك هنايا فيروياج الكتريك بيناتهم، هذا هو كا ام بي. فوالا دونك انا دابا درت كلشي تقريبا، بقى لي داك البوطون اس ان، وعاد نرجع نقول كيما قلت لكم نزيد هاد جوج سطور ديال قبيله. دونك هنايا اس ان قلنا كيطفي غير كا ام بي، دونك نديرو هنايا في اي بلاصه هنا بغيت نديرو نديرو. دونك هنايا احسن بلاصه نديرو فيها الا كنت غادي نخدم بيه هو طومبوسوار فيرمي، دونك البلاصه الوحيده نقدر نديرو فيها هي هادي، غنديرو هنا كيطفي على كا ام 3 بحال هاد الشكل هذا. اذا شي طرف باش نورك على اس ان يقطع على كا ام 3، دونك المانتيان كا ام 3 غيتحل وغادي يطفي بدورو على كا ام بي، وانا هادشي اللي بغيت. ودابا غادي نزيد دوك جوج سطور اللي هضرت عليهم، كيف ما كان الكونتاكتور اللي غيشعل سواء ال ا او ال بي اللي كان فيهم شنو غيدير ليا، غيشعل ليا هاد لا سيكونس هادي اللي كتعاود ديال ايطوال تخيونغل. هنايا وصلنا 3 4 دونك سمي هذا كا ام 5، ديرو ليه شي تمبوريزاتور باش نديرو داك ديماراج ايطوال تخيونغل. دونك الفيرمي ديالو هنا مع ديال الايطوال لي هو كا ام 1، الاوفر ديالو هنا دوز هذيك المده يطفى ديال الاطوال ويشعل ديال التريونغل. وما نساوش هاد الجوج راه بيناتهم داك الفيروياج ما خصهمش يشعلوا في نفس الوقت، ديال لوكسيليير ديال واحد اون سيري مع الثاني. فوالا شنو باقي ليا دابا، باقي ليا لي لامب ديال لا سينياليزاسيون. قال لك عندي اون لامب اش ان كتشعل فاش يشعل الموتور، يعني كيف ما بغى يكون لو سونس اللي شعل فيه، لو سونس الاول ولا الثاني. شعل في لو سونس الاول راه غادي تشعل، يعني كا ام ا. شعل في لو سونس الثاني غيشعل كا ام بي وغادي يشعلها. بالنسبه للاغي تيخص الموتور يكون طافي ما شاعل في حتى شي اتجاه، اذا كندير لي كونتاكت فيرمي ديال ا و بي اون سيري مع هاد البوله باش اون فوا يشعل الموتور في اتجاه معين سواء ال أو ال بي، غيتفتحو هاد لي كونتاكت وغادي تطفى البولة. والبولة لخر ديال الديفو دائما هادي تنديروها
مع الأوفر ديال الرولي ديالنا اللي هو هاديك 97 98. فوالا دابا نتأكد من هاد الشي هذا واش خدام ولا لا. نتأكد اذا ملي كنورك على اس زيرو اشنو غادي يوقع، يمشي التيار وغادي يشعل ليا ك ام ا. مزيان هادشي اللي كاين في الكايت شارج ك ام ا. ملي غادي تسد غيدوز التيار وغيشعل ليا 5 وغيشعل ليا ال ا. دونك هو الموتور خدام ايطوال. ندوز واحد المده كيطفى ديال الايطوال، كيتحل هاد الكونتاكت هادو، كيتسد هاد الكونتاكت وكيخدم تريونغل لحد الان مزيان. كنجيو من بعد تنوركو على السي. دونك فاش كنورك على السي تتشعل ليا ك ام 3 مزيان، وكتشعل ليا ك ام 4. ك ام 3 شنو غيدير؟ غادي يفتح هاد الكونتاكت اللي هنا، و الا فتحو هو طفى على ك ام 1، و الا طفى على ك ام 1 كاع هادشي اللي هنا حتى هو طفى. المهم الموتور ديالي طفى، وهذا اللي هو ك ام 4 بدا تيحسب 15 سكوند مي غادي يتسالى. دونك هنايا راه تسدد المانتيان ولا هو اللي مدوز الضو. دابا ملي غتسالى 15 سكوند غيتسدد الكونتاكت هذا وغيدوز التيار من هنايا وغيمشي وغيشعل ليا ك ام بي. و ك ام بي فاش غادي تشعل غتشعل ليا هاد لا سيكونس ديال ايطوال تريونغل مزيان. و ملي نورك على اس 1 غيفتح على هاد على ك ام 3، وبالتالي غيفتح المانتيان ديالو هنا. ها هو قطفى على الى ك ام بي ولا ك ام راه كلشي. دونك هو الموتور طفى. بالنسبه لي لومبر باينين كيفاش تيخدموا، كل وحده راه كتخدم يعني مع الكونتاكت ديالها. اذا نتاكد دابا من هادشي هو صحيح ولا لا. وحنا شفنا نوتخ اكزومبل ديال لي كاي تشارج. حاولوا تخدموا ما امكن ديال هاد لي كاي تشارج، راه موجودين تلقاوهم يعني امتحانات القدام راه موجودين تلقاهم. الا ما لقيتوهمش نعطيكم امتحانات قدام دير لهم فوتوكوبي وهذا، ولا تصوروهم تخدموهم راه كاينين بزاف. والطريقه هانتوما كيما شفتو دابا درنا هاد الجوج هادو وداك الثالث اللي درنا في القسم، راه الطريقه راه بحال دائما. كنبدا بالاستقرا الكيتشارج ديالي، نحاول الا بغيت نسهل عليا هاد ليطاب هادي، ماشي ضروريه ندير واحد شي كرونوغرام باش نسهل عليا ما بالياش داكشي. ولا كان طويل راه الكرونوغرام كيسهل علينا. من بعد كنصاوب السيركويت بويسونس، كنعرف لي كونتاكتور اللي عندي. من بعد كنشد داك الكرونوغرام كنردو تيهضر على لي كونتاكتور، ومن بعد كنبقى نتبع البوطون اللي وركت عليها. كنجر بغيت تشعل شي كونتاكتور كنجر الخيط لداك الكونتاكتور، كنبقى غادي دقه دقه حتى نسالي. وفي النهايه ضروري خاصني نتاكد بحال هكا، نشوف التيار مين تيدوز، شكون هو اللي تيشعل الاول، شكون اللي تيشعل الثاني الى اخره.